السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف الفري برش او الفرشة في برنامج كريتا. برنامج كريتا برنامج اوبن سورس ومنافس للفوتوشوب. طيب اول حاجة اعملها ابدأ اقول له انا عايز ملف جديد نيو فايل، فبيقول لي بقى الملف الجديد اللي انت عايزه دوت. ممكن كاستم دوكمنت تبقى تحدد المواصفات بتاعته، مثلا A4 مثلا. طب عايزه افقي ولا عرضي؟ عايز الويدث قد ايه؟ الهاي قد ايه؟ الريزوليوشن قد ايه؟ السيرش ايمج تبقى مواصفات عامله ازاي؟ عايزها ار جي بي ولا عايزها اكس واي زد ولا سي ام واي كي؟ فدي من حاجات قويه لان هو بيشتغل على اكثر من نظام، او ممكن تكون عندك حاجه في الذاكره فهو ياخدها بنفس الابعاد ويروح يحطها، او حاجه عايز تعملها انيميشن لان هو برنامج قوي في موضوع الانيميشن. في كوميك تمبليت تقدر تشتغل عليه، ديزاين تمبليت، دي اس ال ار تكتشر. فما شاء الله عليه برنامج قوي تقدر تعتمد عليه في شغلك بشكل قوي. طيب اقول له كرييت، عمل لي الصفحه ايه A4. احنا قلنا هنركز النهارده على موضوع الفرشه، فانا بختار الفرشه اهوت، وتبدا بقى تختار اللون اللي انت عايز تشتغل عليه اهو. لو دوست شيفت بيبدا يكبر لك الفرشه زي ما انت عايز، او ممكن سايز هنا تقدر تتحكم فيه، وهنا الشفافيه فممكن تخلي فيه نوع من انواع الشفافيه. لو جبت ويندوز هنا ممكن تختار ورك سبيس من الموجودين، ممكن تعمل لير خاصه بيك هنا. دي هنا الموضوع الليرات، فتقدر تعمل لير جديده وتبدا ترسم عليها بحيث ان انت تخفي اللير اللي انت مش عايزها، يعني بعد ما ترسم مثلا حاجه بالشكل دوت. تمام، دي موجوده على اللير لوحديها، فتقدر تقفل اللير ديت. هنا هتلاقي اللون اللي انت بترسم بيه اهوت، تقدر تختاره، تختار من البريت الالوان دي اللون اللي انت عايزه، ولكن مثلا اصفر، ويتحكم في الريد والجرين والبلو الالوان بتاعتهم. اوكي، وتبدا ترسم زي ما انت عايز اهوت. وده اللون الاخر ممكن تعكس بينهم زي ما انت عايز. ممكن تقول له انا عايزهم كلهم ابيض واسود، او تختار، او تدوس رايت كليك فيبدا يجيب لك الالوان، تقدر تختار منهم اللون اللي انت عايزه. وهنا هتلاقي الاعدادات بتاعه الفرشه، هتقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. ممكن تيجي هنا تختار الفرشه اللي انت عايزها برش، تقدر تختار مثلا حاجه بالشكل دوت، ممكن تختار حاجه بالشكل دوت. تلاقي شكل الفرشه اختلف. كمية أدوات سهل عليك الشغل في البرنامج كريتا، وكلهم اوبن سورس وكلها مجاني وسهلة الاستعمال. تقدر تيجي تختار من هنا ان انت تمسح في اي حاجة تمسح فيها بالشكل دوت. طيب دول متمسحوش ليه؟ لان ده موجود على لاير تانية غير اللاير اللي احنا شغالين عليه. وقت ما تختار اللاير يبدأ يمسح الحاجة اللي موجودة على اللاير دي.